بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا سنه اولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشرح لاب أربعة بيتكلم عن النمبر سيستم. هنعرف في الاجنده بتاعتنا النهارده انترودكشن على النمبر سيستم، الخصائص او الكاركترستكس بتاعه النمبر سيستم، انواع النمبر سيستم، في الباينري، الديسيمال، الاوكتال، الهكساديسيمال. هنعرف برضو ازاي نكونفيرت او نحول ما بين نظام والتاني. هناخد برضو الفراكشنز، الكسور، ازاي احول رقم فيه كسر، وازاي نجمع رقم باينري، ازاي نضرب رقم باينري، وازاي نطرح رقم باينري. احنا كلنا عارفين النظام العشري، النظام اللي احنا كلنا بنستخدمه، اللي هو بيبدأ من اول رقم 0 لحد رقم 9، فده بيتسمى بيز عشرة. ليه؟ علشان هو فيه 10 أرقام من 0 لـ9. طب رقم البيز نفسه اللي هو 10، لا، ده مكون من رقمين اللي هو 1 و0. يبقى الديسيمال نفسه بيتكون من 10 أرقام، بيبدأ من 0 لحد الـ9 وهكذا. طب هل الديسيمال نمبر أو الديسيمال سيستم هو بس اللي موجود؟ لا، في أنواع تانية. في الباينري اللي هو البيز بتاعه 2، في رقمين بس. في الاوكتال اللي هو البيز بتاعه 8، في 8 ارقام بس. الهكسا ديسمال 16، بيز 16، يعني في 16 رقم. وكل الانظمة دي بتبدأ من الزيرو لحد الرقم. يعني مثلا الباينري في رقمين، فبيبدأ من الزيرو لحد الواحد، لكن الاتنين مش معايا. الاوكتال بيبدأ من الزيرو لحد السبعة، التمانية مش معايا، يعني رقم البيز نفسه مش معايا من ضمن الارقام الديجيتس بتاعت السيستم. الهكسا ديسيمال من 0 لحد الـ15، 16 مش معايا. يبقى احنا عرفنا الديسيمال، نظام الديسيمال بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في الجمع والطرح والحساب بتاعنا، لكن في انظمه تانية زي الباينري والاوكتال والهكسا ديسيمال. طيب خصائص النمبر سيستم. اول حاجه، the number of digits is equal to the size of the base. يعني عدد الديجيتس بتاعه السيستم بتساوي عدد البيز بتاع السيستم. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده، لو احنا في السيستم اللي هو الاوكتل اللي عدد البيز بتاعه 8، يبقى عدد الديجيتس عندي كام؟ 8. هو ده اللي بيقوله. اول خاصيه في ان عدد النمبرز اوف الديجيتس هي بتساوي عدد البيز بتاع السيستم، وبالتالي يبقى نظام البيز بيز 16 في 16 رقم، بيز 2 في رقمين بس. طيب بيقول الزيرو is always the first digit. دايما كل نظام بيبدأ من الزيرو، اي نظام في الاربعة بيبدأ من رقم زيرو. طيب بعد كده بيقول the base number is never a digit. The base number is never a digit. دايما البيز نمبر اللي هو الاثنين او التمانية او الستاشر او حتى العشري اللي هو العشرة مش معايا من ضمن الديجيتس. ليه؟ لانهم بيبدأوا من زيرو لحد الرقم اللي قبل البيز، لو جمعتهم هيطلع البيز. يعني مثلا الاوكتال من زيرو لحد تمانية، من لحد سبعة، لو جمعت من زيرو لحد سبعة هيطلع 8 ارقام وهكذا. يبقى تالت كاركترستيك معانا ان البيز نفسه، الرقم البيز ده مش موجود من ضمن الديجيتس نمبر بتاعه السيستم. طيب رابع كاركترستيك بتقول ايه؟ بتقول when one is added to the largest digit a sum of zero and a carry of one result. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا جمعت واحد على اخر رقم في الديجيت، تعالوا ندي مثال عليها. مثلا النظام الثنائي، الثنائي ده فيه 0 وفيه 1، اخر رقم عنده 1، تمام كده. طب انا لو جمعت 1 على الواحد ده، يعني لو رحت كاتب 1 زائد 1، المفروض هيطلع ايه؟ هيطلع المفروض 2، 1 زائد 1 2، صح؟ لكن النظام الثنائي ما فيهوش رقم 2، ما يعرفش يعني ايه رقم 2، هو يعرف 0 او 1. فالخاصيه دي بتقول ايه؟ لو انا جمعت 1 على اكبر رقم موجود في النظام، سواء بقى كان نظام ثنائي، نظام ثماني، نظام 16،
ايه اللي بيحصل؟ النتيجة دايما بتبقى زيرو ومعايا باقي القسمة. يعني هنا 1 + 1 كام؟ 2. لا، هيبقى النتيجة زيرو ومعايا 1، الواحد ده اكمل جمع بيه، وهكذا. هنشوف طبعا كل الامثلة دي قدام ان شاء الله، بس اعرفوا دلوقتي ان انا لما اجمع رقم 1 على اكبر رقم موجود في السيستم، ما ينفعش اقول يعني مثلا 7، النظام السوماني 7 + 1، اكبر رقم في النظام السوماني هو 7. ما ينفعش اقول 7 + 1 اقول 8، لا، هو ما يعرفش 8، النظام السوماني ما يعرفش يعني ايه 8. تمام. طيب، خامس كاركترستيك، دايما بعرف قيمة الفاليو من البوزيشن بتاعها، قيمة الفاليو من البوزيشن بتاعها. طيب تعالوا نشوف بقى أمثلة على الكلام اللي قلناه ده كله. احنا عندنا السيستم أو الأنظمة في الديسيمال، هم 4: الديسيمال، الباينري، الأوكتال، الهيكسا ديسيمال. تعالوا نشوف شكل كام كذا، شكلهم كلهم عامل ازاي. الديسيمال البيز بتاعه بيبقى 10، يعني فيه 10 أرقام. بيبدأوا من ايه؟ بيبدأوا من الزيرو. لو بصيت كده على الديجيت الاقيها من 0 لحد 9، لو جمعتهم هلاقيهم 10 ارقام. طيب هل اللغه دي بيستخدمها الانسان او النظام ده بيستخدمه الانسان؟ اه، بيستخدمه الانسان. طب بيستخدمه الكمبيوتر؟ لا، ما بيستخدموش الكمبيوتر. يبقى الديسيمال الاشخاص بس او البني ادمين بس هم اللي بيستخدموا النظام ده، الكمبيوتر ما بيستخدموش. طب تاني نظام الباينري، الباينري البيز بتاعه 2، يعني في كام رقم؟ في رقمين بس، اللي هما ايه؟ الزيرو والواحد. يعني رقم 2 ما يعرفوش، ما يعرفش يعني ايه 2، ما يعرفش يعني ايه 3، هو ما يعرفش بس الا الزيرو والوان. طيب النظام ده بيستخدمه الانسان؟ لا. طب مين اللي بيستخدمه؟ بيستخدمه الكمبيوتر، الكمبيوتر بس هو اللي بيفهم النظام الباينري او النظام الثنائي. تمام. تالت نظام الاوكتال، الاوكتال البيز بتاعه 8، يعني ايه 8؟ يعني فيه 8 ديجيتس، فيه 8 ارقام، بتبدا من ايه؟ بتبدا من 0 لحد 7، ما يعرفش يعني ايه 8. تمام. بيستخدمه الانسان؟ لا. بيستخدمه الكمبيوتر؟ لا. طب الهيكسا ديسيمال، النظام ال 16، يعني فيه 16 ديجيت من 0 لحد 15، تمام. بيستخدمه الانسان؟ لا. بيستخدمه الكمبيوتر؟ لا. طب نركز تاني في النظام ال 16، نظام ال 16 في الارقام بتاعته مختلفة شوية، بيتكتب من 0 ل 9 عادي، لكن 10 11 12 13 14 15 بتتكتب A B C D E F لحد ال F. تاني، النظام ال 16 هو من 0 ل 15، تمام. من 0 ل 9 بتتكتب طبيعي زي من 0 ل 9. طب 10 11 12 13 14 15 بتتكتب A B C D E F للترتيب طبعا. تمام. تمام. طيب نمسك بقى نظام كده نفهمه، الباينري سيستم. الباينري سيستم او بيتسمى بيز 2 سيستم، ده بيمثل بالظبط عامل زي الاشاره الكهربائيه اللي بيستخدمها الكمبيوتر. والله لو عندك واحد يبقى فيه تيار ماشي دلوقتي، في كهرباء ماشيه في الكمبيوتر. طب لو زيرو يبقى مفيش كهرباء ماشيه في الكمبيوتر، يبقى زيرو اوف مقفول، 1 شغال اون. تاني، النمبر سيستم ده بيمثل او بيبقى شبه كده التمثيل الاشاره الكهربائيه اللي بيفهمها الاجهزه الكهربائيه او الكمبيوتر. الزيرو بيمثل عنده ان مفيش تيار بيمر او مفيش فرق جهد بيمر. تمام. طب الواحد؟ لا، الواحد بيمثل ان في تيار بيمر او في فرق جهد بيمر. جميل جدا. طيب السكيل، عايزين نعرف من الجدول ده شكل الاشكال بس، بعد كده هنعرف التحويلات. طيب ده البيز، بيز 10 الديسيمال مثلا، الزيرو بيتمثل بالشكل ده في الباينري. هنعرف ازاي يتحول من الشكل ده للشكل ده قدام شويه، بس نعرف الاشكال دلوقتي. التلاته بتتمثل بالشكل ده، الخمسه بتتمثل بالشكل ده، وهكذا. طيب في الباور، لكل رقم من هنا ليه بوزيشن، ده بوزيشن 0، ده بوزيشن 1،
ده بوزيشن 2 وهكذا. لو في ارقام تانية بتبقى مكمل معايا البوزيشن، تمام. لكل بوزيشن فيهم ليه باور، لكل بوزيشن فيهم ليه باور، برضو هنعرف الكلام ده قدام. طيب اعرف منين بقى البوزيشن ده؟ البوزيشن، البوزيشن فاليو لكل بوزيشن زي ما قلنا في باور وليه فاليو، ليه باور وليه فاليو. طيب ده البوزيشن بتاعه زيرو، يبقى 2 اس 0 اللي هي بتمثل كام؟ 1. طب اللي هنا البوزيشن الثاني ده بوزيشن 1، ده بوزيشن 1 اللي هي 2 اس 1 لان ده نظام ثنائي، يبقى 2، تمام. اس البوزيشن، لو انا واقف هنا يبقى البوزيشن 1، لو انا واقف هنا يبقى البوزيشن 2، لو انا واقف في الاول يبقى البوزيشن 0 وهكذا. طيب 2 اس 3 او 2 اس 2 لو احنا مثلا في المكان ده، ده البوزيشن الثاني، تمام. يبقى البوزيشن الباور بتاعه 2 اس 2 اللي هو البوزيشن كام؟ اللي هو 4. الموضوع ده هيوضح قدام شوية ان شاء الله. طيب مهم جدا ابقى عارف ان اخر ديجيت اللي هو على الشمال سواء في الباينري سيستم او الهكساديسمال سيستم اسمه موست سيجنيفيكانت ديجيت. طب اول ديجيت اللي هو على اليمين، اول واحد على اليمين اسمه ليست سيجنيفيكانت ديجيت سواء كان في الباينري او في الهكسا ديسمال، يبقى ده موست ده ليست، تمام. دي كده الانظمه الديسمال والباينري والاوكتال والهكسا ديسمال. هنعرف اول حاجه ازاي نحول من الباينري للديسمال، ازاي نحول من الباينري للديسمال. في طريقة بمشي عليها بعد كده، بعد ما الجوريزم بمشي عليه بيطلع لي الناتج. طيب ايه الطريقة دي؟ اول حاجة بضرب الرقم اللي عندي في 2 اس البوزيشن، كل رقم عندي اضربه في 2 اس البوزيشن بتاعه وبعد كده اجمع. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف يعني ايه. لو انا عندي رقم، احنا دلوقتي عايزين نحول ايه لايه؟ عايزين نحول الباينري لديسمال، الباينري لديسمال. طيب الباينري قلنا شكله بيبقى 0 1 0 1. طيب لو احنا عندنا رقم بالشكل ده 1 0 1 1 عايزين نحوله للديسمال، ده كده باينري، عايزين نحوله للديسمال. نعمل ايه؟ هناخد كل رقم، كل رقم نضربه في البوزيشن بتاعه 2 اس البوزيشن بتاعه، يعني 1 اللي هو ده في 2 البوزيشن بتاعه كام؟ اللي هو 0، نكتب 0 فوق. 1 في 2 اس 0 بكام؟ ب 1. جميل جدا. طيب تاني رقم 0 في 2 اس البوزيشن، البوزيشن بتاع 0 كام؟ 1، يبقى 2 اس 1. 0 في اي حاجه ب 0. طيب كويس. 1 ادي الواحد في 2 اس البوزيشن، البوزيشن هنا احنا في المكان الثاني، يبقى 2 اس 2. 1 في 2 اس 2 ب 4. جميل جدا. اخر واحد، 1 في 2 اس البوزيشن، هنا البوزيشن الكام؟ 0 1 2 3 البوزيشن الثالث، 3 بتساوي 1 في 2 اس 3 ب 8. طيب بعد ما خلصتهم اجمع، اجمع الارقام دي 1 زائد 4 زائد 8، 8 و 4 12 و 1 13. يبقى الباينري ده الرقم ده بيساوي ديسيمال 13، بيساوي ديسيمال 13. تاني نقول مثال تاني، مثلا 0 0 1 1، الرقم ده ثنائي عايزين نحوله لديسيمال لرقم عشري. طيب هنعمل ايه؟ هنمسك الرقم من اليمين للشمال، من اليمين للشمال. طيب 0 في 2 اس البوزيشن، البوزيشن ده اول رقم يبقى 0، 0 في اي حاجه ب 0. جميل. طب تاني رقم 0 في 2 اس
البوزيشن هنا كام؟ البوزيشن بتاعه واحد، يبقى واحد زيرو في اي حاجة بزيرو. تمام. طيب واحد في اتنين، بس البوزيشن، البوزيشن كام؟ اتنين. واحد في اتنين أس اتنين بأربعة. طيب آخر واحد، واحد في اتنين أس البوزيشن، البوزيشن كام؟ زيرو، واحد اتنين تلاتة، تلاتة. واحد في اتنين أس تلاتة بتمانية. أجمع زيرو زائد زيرو وأربعة وتمانية، اتناشر. يبقى الرقم ده، الرقم ده باينري اتحول لديسمال بالشكل ده. يبقى ال 12 شكلها باينري عامل ازاي؟ بالمنظر ده. تمام. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن. تعال نشوف بقى المثال اللي موجود في البرزنتيشن. بيقول لي حول لي الرقم الباينري ده لديسمال. طيب الرقم ده عباره عن ايه؟ 1 1 0 1 0 1. هيمسك كل رقم من هنا يضربه في اتنين أس البوزيشن بتاعه. طيب مسك الواحد أهو، ضربه في اتنين أس البوزيشن زيرو بواحد، واحد في اتنين أس زيرو بواحد. طيب واحد اللي هو التاني في اتنين أس واحد اللي هو البوزيشن بتاعه باتنين. تمام. زيرو في اتنين أس اتنين بزيرو، زيرو في أي حاجة بزيرو. طيب واحد في اتنين أس تلاتة بكام؟ بتمانية. زيرو في اتنين أس أربعة اللي هو البوزيشن بتاعه بزيرو. واحد في اتنين أس خمسة باتنين وتلاتين. بعد ما خلص يجمع الأرقام دي كلها، اتنين وتلاتين زائد تمانية أربعين، واتنين اتنين وأربعين، واحد تلاتة وأربعين. يبقى الرقم ده بيمثل إيه؟ ديسيمال بيمثل تلاتة وأربعين. هنا حاطط الاتنين إن ده نظام ثنائي، الرقم ده بيعرفك إن ده نظام ثنائي. طب العشرة دي بيقول لك ان الرقم ده نظام عشري اللي هو ديسيمال، لكن ده باينري. تمام. طيب ده كده كان التحويل من باينري لديسيمال. طيب نعرف بقى ازاي نحول من ديسيمال لباينري، العكس من ديسيمال لباينري. برضو في طريقه همشي عليها، بعد ما امشي عليها يطلع لي الناتج. طيب الطريقه دي عباره عن ايه؟ ان انا بمسك الرقم اللي هو الديسيمال اللي هيتحول لباينري، اقسمه على الاثنين، اقسمه على الاثنين واشوف باقي القسمه. لو طلع باقي قسمه احط واحد، لو ما طلعش باقي قسمه احط زيرو. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا ندي مثال. مثلا عايزين نحول رقم 50 بالنظام العشري بين قوسين كده 10 لكام ثنائي. هات بقى انت الرقم اللي هيتحط بين القوسين. طيب احنا قلنا الطريقه ازاي او الالجوريزم بتاعه ازاي. بنمسك الرقم اللي بيقول لي حوله اللي هو الخمسين، نقسمه على الاتنين. خمسين على الاتنين بتساوي كام؟ بتساوي خمسة وعشرين. هل الخمسة وعشرين ده رقم صحيح ولا في باقي قسمه؟ يعني في علامه عشريه ورقم باقي. رقم صحيح، يبقى احط زيرو بين قوسين كده زيرو. طيب وهكذا امسك ال 25 الرقم اللي اتبقى اقسمه على الاثنين، على الاثنين. 25 على الاثنين فيها كام؟ فيها ال 12 ونص، صح كده؟ طيب هل الرقم ده رقم صحيح ولا في كسر؟ في باقي قسمه؟ اه في باقي قسمه، يبقى احط واحد. يبقى لو رقم صحيح احط زيرو، لو كسر، لو في باقي قسمة احط واحد. طيب وامسك الرقم الصحيح اللي هو ده، ماليش دعوة بباقي القسمة، اقسمه برضو على الاتنين لحد ما اوصل للزيرو. 12 على الاتنين، 12 على الاتنين فيها كام؟ ستة. طب هل الستة رقم صحيح ولا في باقي قسمة؟ لا رقم صحيح، يبقى احط زيرو. تمام. امسك الستة اقسمها على الاتنين، ستة على الاتنين فيها تلاتة. هل التلاتة رقم صحيح ولا في كسور؟ لا رقم صحيح، أحط زيرو. طيب
بعد كده التلاتة، تلاتة على الاتنين، التلاتة على الاتنين فيها الايه؟ فيها الواحد ونص. واحد ونص ده رقم صحيح ولا في كسر؟ لا، في كسور او في باقي قسمة، يبقى احط واحد واخد الرقم الصحيح اللي هو الواحد. واحد على الاتنين اللي هي بكام؟ بنص. النص ده رقم صحيح ولا في باقي قسمة؟ لا، في باقي قسمة، يبقى واحد. اتبقى ايه؟ اتبقى الزيرو. طالما اتبقى الزيرو اقف، يبقى الرقم اللي هيوقفني ان انا اوصل للزيرو. طيب بعد ما وصلت للشكل ده، بعد ما وصلت للزيرو، اخد الارقام من فوق لحد تحت، اكتبها من اليمين للشمال، من فوق لتحت اكتبها من اليمين للشمال، ما تتلخبطوش، من فوق لتحت اكتبها من اليمين للشمال كده. زيرو اهو ده، بعد كده الواحد، بعد كده الزيرو، بعد كده زيرو، بعد كده واحد، بعد كده واحد. خدت الرقم من فوق لحد تحت، كتبته من اليمين للشمال. بقى الخمسين ديسمال اتحولت للرقم ده ثنائي، الخمسين ديسمال اتحولت للرقم ده ثنائي. تمام، تعالوا نشوف المثال اللي موجود في البريزنتيشن. المثال هنا 125، 125. طيب اول حاجة هعملها ايه؟ هاخد ال 125 اقسمها على الاتنين. تعالوا بقى نفتح كده الكالندر ونحسب مع بعض. 125 على الاتنين، 125 على الاتنين، فيها كام؟ فيها الاتنين وستين ونص، يبقى ده مش رقم صحيح، ده فيه باقي قسمة، صح؟ فعشان كده حط واحد، حط واحد، وبعد كده راح واخد الاتنين وستين اللي هو الرقم الصحيح، قسمه على الاتنين تاني، خد الاتنين وستين قسمه على الاتنين. طب اتنين وستين على الاتنين فيها كام؟ اتنين وستين على الاتنين فيها الواحد وتلاتين، الواحد وتلاتين رقم صحيح، فحط زيرو، حط زيرو، مفيش باقي قسمة. طيب هاخد الواحد وتلاتين اقسمه على الاتنين، فيها الخمستاشر ونص، في باقي قسمة، يبقى هحط واحد. طيب وبعد كده اخد الخمستاشر اللي هو الرقم الصحيح واقسمه على الاتنين، خمستاشر على الاتنين، سبعة ونص، في باقي قسمة، تمام، احط واحد اهو، وراح واخد السبعة، سبعة على الاتنين، تلاتة ونص، في باقي قسمة، يحط واحد وياخد التلاتة، تلاتة على الاتنين، واحد ونص، في باقي قسمة، يحط واحد وياخد الواحد يقسمه على الاتنين، واحد على الاتنين، نص، في باقي قسمة، يحط واحد، هيبقى الزيرو، يقف. خلاص كده وصل للنهاية. بعد ما يوصل للنهاية، ياخد بقى الزيرو والواحد اللي طلعهم، يكتبهم من فوق لتحت، من الشمال لليمين، بالطريقة دي بالظبط أهو. يبقى ال 125 عشري اتحولت للرقم ده ثنائي. تعالوا ننفذه برضو مع بعض علشان لو حد اتلخبط. الرقم كام؟ 125، 125 ده عشري، بيقول لي عايز تحوله، حوله لي لثنائي. طيب هعمل ايه؟ هاخد ال 125، 125 هقسمها على الاتنين، 125 على الاتنين، الآلة الحاسبة اهي، 125 على 125 على الاتنين، ثواني، 125 على الاتنين، باتنين وستين ونص، اتنين وستين ونص نكتبها، في باقي قسمة، صح؟ يبقى نحط واحد وناخد الاتنين وستين نقسمها على الاتنين، اتنين وستين على الاتنين فيها كام؟ اتنين وستين على الاتنين فيها الواحد وتلاتين، الواحد وتلاتين، الواحد والتلاتين مفيهوش باقي قسمة، فنحط زيرو، وهكذا. ناخد الواحد وتلاتين على الاتنين، 31 على الاتنين فيها الخمستاشر ونص، فيها باقي قسمة، 15 ونص، يبقى نحط
واحد. خلاص بقى احنا عرفنا لو في باقي قسمة نحط واحد، مفيش باقي قسمة نحط زيرو. طيب 15 على الاتنين فيها 7.5، سبعة ونص فيها باقي قسمة نحط واحد. ناخد السبعة نقسمها على الاتنين، 7 على 2 فيها 3.5 فيها باقي قسمة نحط واحد. ناخد التلاتة على الاتنين، 3 على 2 فيها 1.5 في باقي قسمة في باقي قسمة 1. طيب الواحد، 1 على 2، 1 على 2 بكام؟ بنص. في باقي قسمة ووصلت لزيرو. بعد كده هيبقى 0 على 2، 0 على 2 بزيرو. فخلاص طالما وصلت للزيرو يبقى انا كده دي النهاية بتاعتي. اخد بقى الارقام من فوق لتحت اكتبها من اليمين للشمال، 1 0 1 1 1 1 1 3 4 5، 5 وحيد، 1 2 3 4 5. يبقى 125 شكلها بالباينري اتحولت للباينري بالشكل ده. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحول من باينري لديسيمال. من باينري لديسيمال بنضرب في 2 اس البوزيشن. طب من ديسيمال لباينري، من ديسيمال لباينري بنضرب بنقسم على الاتنين ونشوف لو في باقي قسمه نحط واحد، مفيش باقي قسمه نحط زيرو. تاني حاجة الفراكشن، هنحول من ديسيمال تو باينري، من ديسيمال تو باينري نشوف ازاي نحول. طيب ناخد المثال التاني ده، احنا عايزين نحول الرقم ده من ديسيمال لباينري. تمام، 0 علامة 8 1 2 5، 8 1 2 5. طيب ازاي بيتقسم؟ بيتم على جزئين. اول حاجة الجزء اللي هنا اللي هو الرقم الصحيح بقسمه لوحده، والجزء اللي بعد العلامة العشرية بشتغل عليه لوحده. طيب نمسك اول جزء، طريقة تحويل الجزء الاول بالطريقة العادية بتاعتنا ان انا اقسم على الاتنين. طيب الزيرو هنا هيتمثل ازاي؟ بزيرو. طيب الجزء ده بقى نشتغل عليه ازاي؟ بمسك الرقم بشيل اي رقم صحيح هنا، يعني هنا لو كانت 5 هاخد برضو الرقم ده من غير الخمسة. يبقى 8 1 5 واضربها في 2 اشوف هيطلع بكام. 0 علامة 8 1 8 1 2، هنا في 2، سوري 8 1 2 5. طيب الرقم ده في 2، 8 1 2 5 في 2 طلع بواحد علامة 6 2 5. طيب بعمل ايه؟ باخد الواحد معايا واخد باقي الكسر اضربه في 2، 0 علامة، بشيل بقى الرقم الصحيح ده 6 2 5 واضربها في 2، 0 علامة 6 2 5 في 2 بكام؟ ب1 علامة 2 5. هعمل ايه؟ بعلم على الواحد واخد الرقم الكسر 0 علامة 2 5 اضربها في 2، افضل اعمل كده لحد ما يطلع معايا 1، 0 علامة 2 5 في 2 بنص. اعمل ايه؟ اعلم على الزيرو واخد النص في 2، نص في 2 ب1. طالما طلع معايا 1 يبقى انا كده وصلت للنهاية. تمام؟ طيب اكتب بقى الرقم ازاي؟ من تحت لفوق يمين شمال،
اطلع من تحت يعني 0 1 1 علامة فاصلة، الرقم الصحيح ينزل زي ما هو 0. الرقم الصحيح ده اتحول لزيرو باينري، يبقى الديسيمال ده اتحول لباينري بالشكل ده. ناخد مثال تاني، ده كده باينري لكن ده كده ديسيمال، تمام؟ يبقى أول حاجة بنعملها بنفصل اللي قبل العلامة عن اللي بعد العلامة. الجزء اللي هنا بنحسبه لوحده بالطريقة العادية بتاعتنا، إن إحنا نقسم على الاتنين ونشوف باقي القسمة. لو باقي القسمة 1 أو أكتر من 0، لو باقي القسمة 0 بحط 0، لو باقي القسمة رقم غير الزيرو بحط 1، تمام؟ طيب تاني جزء بشتغل عليه ازاي، اللي هو قبل العلامة، قبل العلامة العشرية بضرب الرقم في 2 بيطلع لي رقم، لو 1 بعلم عليه واخد الرقم الكسر اضربه في 2 وهكذا لحد ما بوصل لواحد، بقف لما يطلع 1. بعد كده بعد ما بخلص اخد الرقم من تحت لفوق 1 0 1 1 اللي علمت عليهم، اهو كتبته من اليمين للشمال 1 0 1 1. التاني كنت باخد من فوق، هنا لما كنت بقسم على الاتنين كنت باخد من فوق لتحت واكتب من اليمين للشمال، لكن في الكسر باخد من تحت لفوق واكتب من اليمين للشمال برضه. طيب نشوف مثال مع بعض تاني. نشوف المثال ده، عايزين نحول الرقم ده 54 علامة 6875. أربعة وخمسين علامة 6 8 7 5. أول حاجة بعملها إيه؟ أمسك الجزء ده لوحده أهو، الأربعة وخمسين بنحولها الباينري إزاي؟ نقسم على الاتنين، 54 على الاتنين على الاتنين فيها 27، مفيش باقي قسمة يبقى دي 0، تمام أهو. طيب 27 على الاتنين، 27 على الاتنين 13.5، في باقي قسمة يبقى ده 1، تمام اخد 13. الطريقة العادية بقى بتاعتنا 13 على الاتنين، 13 على الاتنين 6.5، في باقي قسمة يبقى اكتب 1، تمام اخد الستة، 6 على الاتنين فيها كام؟ فيها 3، مفيش باقي قسمة يبقى 0، تمام 3 على الاتنين فيها 1.5، في باقي قسمة يبقى اكتب 1. طيب يبقى اخد 1 على الاتنين اخر حاجة فيها 0.5، في باقي قسمة يبقى 1. طيب كنت بكتبها ازاي؟ كنت بكتبها من فوق لتحت يمين شمال، يعني كده 0 1 1 0 1 1، ده كده باينري. ادي 0 6 8 7 5 اضربها في 2 واشوف هيطلع معايا كام. 0 علامة 6 8 7 5 في 2 بواحد علامة 3 7 5، أعلم على الواحد ده وأخد الرقم التاني 0 علامة 3 7 5 في 2 في 2 0 علامة 7 5، أعلم على الصفر وأخد الرقم التاني 0 علامة 7 5 في 2 1.5، أعلم على الواحد وأخد 0.5 أضربها في 2، 0.5 في 2 بواحد. طالما وصلت للواحد أقف، تمام؟ هتتكتب إزاي؟ من تحت لفوق يمين شمال، من تحت لفوق يعني 1 1 0 1 كده، دي ثنائي. طيب ده كده بتاع الكسر اللي هو الجزء ده، وده بتاع الرقم الصحيح. نكتبه ازاي بقى؟ نكتب الرقم الصحيح 0
واحد واحد زيرو واحد واحد، والعلامة بعد كده الرقم ده اهو، واحد واحد زيرو واحد واحد. يبقى الرقم ده كده ثنائي بيساوي الرقم اللي فوق ده ديسيمال عشري. تمام، نروح نتأكد تحويل الرقم الكسر ده لباينري برضو. طلع الرقم اهو زي ما احنا طلعناه، واحد واحد زيرو واحد واحد زيرو، علامة واحد زيرو احداشر. في الأرقام العشرية بتاعتنا أو في النظام العشري إحنا عندنا أرقام سالبة وأرقام موجبة، يعني ممكن أقول سالب تسعة وتسعة، ممكن أقول خمستاشر وسالب خمستاشر، مية وسالب مية، صح؟ طب أرقام بقى الباينري هل فيها سالب؟ يعني هل لو أنا دخلت للكمبيوتر سالب وموجب هيفهمه؟ لأ، الكمبيوتر ما بيفهمش السالب والموجب، فقالوا خلاص إحنا نعمل إيه؟ إحنا نحوله، نحول الرقم ده لرقم يدل على السالب ورقم تاني يدل على الموجب. طيب قالوا هنعمل الطريقة ازاي؟ الطريقة دي ازاي؟ قالوا في ثلاث طرق. أول طريقة اسمها signed magnitude، signed magnitude. تاني طريقة اسمها one complement. تالت طريقة اسمها two complement. تاني، أول طريقة اسمها signed magnitude، one complement، two complement. تفتكروا كده ممكن الطريقة دي تبقى عاملة زي او تشتغل ازاي او طريقتها عاملة ازاي؟ احنا ممكن نخصص ديجيت، نخصص مكان معين كده، نقول لو المكان ده فيه واحد يبقى الرقم ده سالب، ولو المكان ده فيه زيرو يبقى الرقم ده موجب. هو ده بالظبط اللي حصل. احنا الرقم عندنا بيتكتب كده، مثلا واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد. تمام، قالوا هنخصص رقم في الاخر اللي هو اخر مكان هنا، لو واحد يبقى سالب نيجاتيف، لو زيرو يبقى بوزيتيف. يعني لو واحد يبقى بالسالب يبقى الرقم ده سالب، لو زيرو يبقى الرقم ده موجب. طيب تعالوا نشوف بقى طبقوها ازاي. دي كده كانت اول طريقه اللي هي الساين ماجنيتيود. يبقى الساين ماجنيتيود فعلا قال ان الليفت موست، ذا ليفت موست اللي هو اخر ديجيت على ناحيه الشمال، لو الرقم ده واحد يبقى الرقم ده بالسالب، لو الرقم ده زيرو يبقى الرقم ده موجب. طيب الارقام من هنا لحد هنا ده تمثيل ال 47، حول ال 47 بالشكل ده. طيب السالب راح حاطط واحد في الاخر. طيب من هنا برضو لهنا ده تمثيل ال 47 اهو، بس جه في الاخر حط زيرو عشان يعرفنا ان الرقم ده موجب. جميل جدا، دي كانت اول طريقه. طب تاني طريقه سهله جدا اسمها الوان كومبلمنت. عباره عن ايه؟ عباره ان احنا بناخد الرقم اللي هو رقم زي ده مثلا، نشقلبه، يعني نخلي الزيرو واحد والواحد زيرو. تاني الوان كومبلمنت دي عباره عن ايه؟ بنشقلب الرقم، بنخلي الواحد زيرو والزيرو واحد. يعني مثلا لو عندنا رقم زي ده، زيرو بقى واحد، الواحد بقى زيرو، الواحد بقى زيرو، الزيرو كام زيرو؟ ادي تلاتة أربعة خمسة، خمسة، خمسة زيرو بقى خمس وحاجة، وهكذا. بنشقلب الزيرو يبقى واحد والواحد يبقى زيرو. دي كده الوان كومبلمنت. طيب تالت طريقة اسمها تو كومبلمنت، فيها خطوتين. أول خطوة بنعمل الوان كومبلمنت، بنحول، بنشقلب الرقم، الزيرو بيبقى واحد والواحد بيبقى زيرو، اللي هي الخطوة بتاع الوان كومبلمنت. طب تاني خطوة فيها بنجمع على الرقم واحد. يعني ايه؟ يعني عايزين نحول الرقم ده لتو كومبلمنت. تمام، اول حاجة بنعملها بنحوله للوان كومبلمنت، يعني نشقلبه، الزيرو بقى واحد، الواحد بقى زيرو، الواحد بقى زيرو، وخمسة زيرو بقوا خمسة واحد. جميل جدا كده، احنا عملنا الخطوة اللي فاتت اللي هي الوان كومبلمنت. قال لك تاني خطوة ايه بقى؟ اجمع عليه واحد، الرقم اللي انت طلعته اللي هو الوان كومبلمنت اجمع عليه واحد. طب نجمع ازاي؟ تعالوا نشوف نجمع ازاي. قولوا كده معايا الرقم، واحد واحد واحد، خمس وحايد، زيرو زيرو واحد، وتحت هنا واحد، صح كده؟ طيب نجمعها ازاي بقى؟ نجمعها ازاي؟ واحد زائد واحد
كام؟ واحد زائد واحد اتنين. طب النظام الثنائي ما يعرفش يعني ايه اتنين، فقال لك نعمل ايه؟ تحط زيرو وتحطه فوق الواحد ده، هيبقى معانا واحد. يعني هنا فوق كده احنا معانا واحد. طيب واحد زائد زيرو بقى بواحد. طيب والزيرو ينزل، الواحد ينزل، كل الوحيد دي تنزل، خمس وحيد. تاني تعالوا نبقى. لو انا عايز اجمع 12 زائد 14، او بلاش 12 زائد 14، خليها مثلا عايزين رقم يعدي العشرة، خليها مثلا 16 و15. 16 زائد 15 بنعمل ايه؟ بنجمع 6 زائد 5. 6 زائد 5 كام؟ 6 5 11، صح كده؟ طيب هل الحداشر، احنا النظام العشري الارقام عندنا من 0 ل9، طب الحداشر دي اكبر من 0 ل9، صح؟ فبيعمل ايه؟ بيروح منزل 6 و5 11، بيروح منزل الواحد ويقول معانا واحد، صح كده؟ وبعد كده يجمع 1 زائد 1 2، وزائد 1 3، يبقى 31. هو ليه عمل الحركة دي؟ لأن الرقم اللي طلع أكبر من 9، يعني ما ينفعش يكتب الحداشر جنب بعض كده. 16 15 ما ينفعش 6 و5 11 أروح كاتبهم كده، لا، لأن الحداشر دي أصلا أكبر من رقم 9 اللي هو أقصى عدد أو أكبر عدد في النظام العشري، تمام؟ نفس الكلام في النظام الثنائي. الثنائي عندنا أقصى عدد 2، أكبر عدد مش 2، 1، سوري، 1. فلو هو عايز يجمع 1 0 1 على، هيجمع عليه 1، بيعمل إيه؟ 1 زائد 1 كام؟ 2. طب هل النظام الثنائي بيفهم يعني إيه 2؟ لا. فالمفروض يعمل ايه؟ ينزل زيرو ويحط الواحد فوق. هو عمل ايه دلوقتي؟ الاتنين دي راح طارح منها 2، راح طارح منها 2، فبقت زيرو وراح مطلع الواحد فوق. طيب 1 زائد 0، 1 زائد 0 1، 1 زائد 0 المفروض بقى تحت هنا، طالما مفيش حاجة يبقى زيرو، يعني يبقى 1 زائد 0 زائد 0 بواحد، 1 زائد 0 بزيرو، يبقى 1 0 1. جمعنا عليه 1 طلع بالشكل ده اللي هي 0 1 0. طيب تعالوا كده نعرف الرقم ده ايه. 1 0 1 الرقم ده يكون ايه؟ 1 2 4، ونجمع الواحد عند واحد، الزيرو لا مش هنجمعها، اكننا بنضرب في البوزيشن. مش فاكرين قلنا بناخد الواحد نضربه في 2 اس البوزيشن؟ ده البوزيشن بتاعه زيرو، يعني 2 أس 0 بكام؟ بواحد، اكتب فوق ايه؟ 1، بسهل عليا يعني. طب ده البوزيشن بتاعه كام؟ 1. اضرب 2 أس 1، 2 أس 1 بكام؟ بواحد، ب2 أس 1 ب2، سوري. طيب ده البوزيشن التالت او التاني، ده البوزيشن التالت التاني، يبقى 2 أس 2 ب4. طب البوزيشن اللي بعده اللي هو التالت، 2 أس 3 ب8. طب البوزيشن اللي بعد كده اللي هو الرابع، 2 أس 4 ب16. واعرف بقى لو هنا 0 وهنا 1 مثلا، بس اعرف بقى ايه اللي هيتجمع وايه اللي مش هيتجمع. اللي عنده 1 يتجمع، واللي ما عنده 0 ما يتجمعش. ده عنده 1 يبقى 1، زائد ده عنده 1 يبقى 1 زائد 4. طب ليه ما خدناش الاثنين؟ عشان تحتيها 0، عندها 0، يبقى 1 زائد 4. التمانية عندها 0 مش هاخدها، يبقى 1 4 16، 16 و4 20، و1 21. دي طريقة الجمع على طول، بدل ما اضرب بقى اخد كل رقم واضربه 2 أس، انا عملت الطريقة بس باختصار، رحت كاتب البوزيشن اللي هو 2 أس البوزيشن على طول، وشفت اللي عنده 1 جمعته واللي عنده 0 ما جمعتوش. طيب يبقى احنا كنا عايزين اصلا نعمل ايه؟ 1 0 1، 1 0 0، طلع المجموع بتاعهم 0 1 0. تعالوا بقى نتأكد الرقم ده كام. 1 2 4، 1 و4 ده 5.
طيب وهنا ده واحد، 5 زائد 1 6، هل الرقم ده 6؟ تاني 1 1 0 ومعانا الواحد. طيب 1 و0 و0 1، 1 و0 1، هل الرقم ده 6؟ اه 6. لو جينا طبقنا نفس الطريقة دي، حطينا هنا 1 وهنا 2 وهنا 4، وجمعنا اللي عنده 1 بس، 2 و4 كام؟ 6. مظبوط، يبقى طريقة الجمع بتاعتنا صح. طيب نرجع بقى للبرزنتيشن. احنا قلنا عشان نجيب التو كومبلمنت نعمل ايه؟ أول خطوة نجيب الوان كومبلمنت، نشقلب الزيرو 1 والـ1 0، وبعد كده نجمع عليه 1. يبقى لما أجمع على الرقم ده 1، إيه اللي هيحصل؟ الواحد زائد 1 0 أهو، واتبقى هنا 1، اتحط فوق الزيرو ده 1. طب اجمع 1 اللي فوق الزيرو زائد 0 بـ1 أهو. بعد كده هينزل كل الأرقام دي زي ما هي، تنزل زي ما هي. طيب في طريقة تانية أسهل أقول لكم عليها، في طريقة تانية للتو كومبلمنت أسهل. لو هو بيقول لي حول الرقم ده لتو كومبلمنت، أعمل إيه على طول؟ بصوا الطريقة السهلة دي. هفضل أنزل الأرقام من اليمين للشمال لحد ما يقابلني 1. هفضل أنزل الأرقام من اليمين للشمال لحد ما يقابلني 1. تعالوا ناخد الرقم ده هناك. يبقى أول طريقة للتو كومبلمنت بعمل إيه؟ بجيب الوان كومبلمنت، بشقلب كل الزيرو 1 وكل الواحد 0. طيب في طريقة تانية أسهل، دي كده كانت أول خطوة. طب تاني خطوة أجمع على الوان كومبلمنت 1، أجمع على الوان كومبلمنت 1. طيب الطريقة التانية بقى، هو الرقم بيقول إيه؟ الرقم بيقول أهو 0 1 1 5 أصفار، 0 1 1 5 أصفار، 4 5. طيب الطريقة التانية هفضل أنزل الأرقام لحد ما يقابلني 1. طيب ده 0 هينزل زي ما هو، قابلني 1 أهو صح كده؟ معلش المساحة دي، ده 1 بس أهو. هنزل الأرقام لحد ما يقابلني 1، رحت منزل الزيرو تمام، قابلني 1، هنزله زي ما هو. طب وكل اللي هيجي بعده يتشقلب، ده 1 يبقى 0، ده 0 يبقى 1، ده 0 يبقى 1، ده 0 1، 0 1، 0 1. تاني لو معايا الرقم ده 0 0 1 0 1، عايز أجيب التو كومبلمنت أعمل إيه؟ أنزل الأرقام لحد ما يقابلني 1. ده 0 تمام، 0 ينزل، قابلني 1 اهو، اعمل ايه؟ انزله زي ما هو، وكل اللي جاي بعده يتشقلب، 0 يبقى 1 والواحد يبقى 0. طيب تعالوا نقول رقم تالت، 1 0 1 1 0. طيب انزل الارقام لحد ما يقابلني 1، قابلني 1 اول حاجه اروح منزله زي ما هو، وكل اللي جاي بعده يتشقلب، 1 0 0 1. تمام. طب تعالوا نتأكد بقى، عايزين نتأكد، مش ده التو كومبلمنت صح بالطريقة بتاعتنا؟ تعالوا بقى نشوف الطريقة الأولانية كان طلع كام، 1 5 5 0 1 0. تعالوا نروح نتأكد بقى فعلا طلع كده 5 1 0 1 0. يبقى في طريقتين، أول طريقة إن أنا أجيب الوان كومبلمنت وبعد ما أجيبها أجمع 1، تاني طريقة السهلة ان انا انزل الارقام لحد ما يقابلني 1، اول ما يقابلني 1 انزله زي ما هو واشقلب كل اللي جاي بعده. تمام. تعالوا بقى ناخد شويه امثله على طريقه التحويل. طيب ركزوا كده في راس السؤال علشان في كلمه واحده هي اللي بتفرق، convert from او conversion from signed binary number to decimal. signed طالما قال لي signed يبقى الرقم اللي ممكن، الرقم اللي قدامي ده ممكن يبقى موجب او ممكن يبقى سالب. طيب في الاول كان الرقم بيقول لي، كان المثال بيقول لي unsigned. بصوا لو بصيتوا هنا في الاول unsigned، يبقى الرقم ده معروف خلاص ان الرقم ده موجب وما فيهوش الديجيت الاخير
اللي هو يعرفني موجب ولا سالب. لكن طالما قال لي signed زي الاكزامبل ده، طالما قال لي signed يبقى الرقم ده ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب، واخر رقم دايما بيدل هو موجب ولا سالب. تمام. فهو بيقول لي دلوقتي حول الرقم اللي قدامك ده من الباينري للديسيمال. اقول له ماشي. اول حاجه احنا عايزين نعرف الرقم موجب ولا سالب، نعمل ايه؟ نبص على اخر ديجيت اللي هو ناحيه الشمال اهو، ده واحد يبقى سالب، زيرو يبقى موجب، ده ايه؟ ده واحد. تعالوا نلونه بلون مختلف اهو. يبقى الرقم ده مش تبع العمليه الحسابيه اصلا، مش تبع الرقم، مش تبع الرقم ده. الرقم ده بيعرفني بس هو موجب ولا سالب. انا كده عرفت اهو، بيقول ان الرقم ده سالب. ليه؟ لان اللاست ليفت موست بت او ديجيت بيساوي واحد. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان الرقم ده سالب. الرقم ده بقى كام؟ بيروح عامل ايه تاني خطوه؟ بيروح محول الرقم ده لديسيمال بالطريقه العاديه بتاعتنا. طب ازاي؟ اول حاجه بيجيب الوان كومبليمنت، هو دلوقتي هيحلها بالتو كومبليمنت. طب عشان احل بالتو كومبليمنت اجيب الوان الاول وبعد كده اجمع واحد، اجيب الوان كومبليمنت واجمع واحد. طب تاني برضو عشان نفرق، امتى اجيب التو كومبليمنت؟ لما يكون الرقم سالب. لما يكون الرقم سالب زي ده هجيب التو كومبليمنت. طب لو الرقم مش سالب زي اللي تحت هجيب، اما مش هجيب التو كومبليمنت تاني. الرقم ده انا عرفت ان هو سالب. تمام. فاول حاجه بعملها بفصل السالب عن الرقم. جميل جدا، خلاص ده بقى كده الرقم عندي اهو. هجيب الوان كومبليمنت، سوري التو كومبليمنت للرقم ده. التو كومبليمنت بتيجي ازاي؟ قلنا في طريقتين. تاني طريقه اللي هي الاسهل، ان انا بعمل ايه؟ انزل الارقام زيرو، اول ما يقابلني واحد انزله زي ما هو، وكل اللي جاي بعده احط زيرو، اشقلبه زيرو. تمام. يبقى الرقم ده كده اتشقلب. جميل جدا اهو، هو الاول حوله للوان كومبليمنت، حول الرقم للوان كومبليمنت، بعد كده جمع عليه واحد بقى ده التو كومبليمنت اهو. نفس الرقم ده هو الرقم ده، وهو مزود ديجيت زيرو في الاخر. تمام. طيب يبقى احنا كده جبنا التو كومبليمنت. بعد ما نجيب التو كومبليمنت نشوف الرقم ده كام، الرقم ده بيساوي كام. لو هنقول مثلا الرقم ده الزيرو فوقيه واحد، وتاني رقم فوقيه اتنين، التالت اربعة، تمانية، واللي عنده واحد اجمعه فده اتنين، يبقى الرقم ده بيمثل اتنين. تمام. برضو علشان لو مش فاكرين، احنا قلنا احنا عندنا واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين. الارقام دي جبناها منين؟ جبناها الواحد ده اللي هو اتنين اس زيرو، ودي اتنين اس واحد، ودي اتنين اس اتنين، دي اتنين اس تلاتة، وهكذا لحد اتنين اس كام؟ اربعة خمسة ستة، اتنين اس ستة. تمام. بس احنا انا عندي الرقم بقى هنا مثلا زيرو واحد واحد زيرو، اي حاجة زيرو زيرو واحد. تمام. اعمل ايه عشان اسهل على نفسي؟ عايز احول الرقم الباينري ده لديسيمال، بروح كاتب الارقام دي فوقيها، لان الارقام دي ثابته، واحد اتنين اربعة ستة تمانية اتنين وتلاتين اربعة وستين، وهكذا كل مرة بزود الضعف، واللي عنده واحد اجمعه، واللي ما عندوش واحد ما اجمعهوش. يعني ده عنده واحد اتنين، اجمع اتنين مع اربعة مع اربعة وستين. اربعة وستين واربعة كام؟ تمانية وستين، واتنين سبعين. يبقى الرقم ده بيساوي سبعين بالديسيمال. تمام. دي طريقة سهلة وبسيطة خالص. اعملوا بقى انتوا الرقم ده، الرقم ده بيساوي ايه؟ اتنين بالديسيمال. طيب اتنين واسكت؟ لا، ده المفروض اصلا كان الرقم ده سالب،
يبقى اقول له ان النتيجة النهائية سالب 2. الرقم اللي انت عايزني احوله ده سالب 2 مش 2، لان هو سالب. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده هيوضح الدنيا اكتر. اول حاجة ابص عليها، طالما قال لي ساين اخر ديجيت لقيته زيرو يبقى الرقم ده ايه؟ موجب. تمام، طالما موجب احول على طول. تعالوا نحول الرقم ده 1010 اهو، نكتب هنا 1010. اللي عنده نجمعه، اللي عنده واحد نجمعه، اللي ما عندهوش ما نجمعهوش. الواحد عنده يبقى 1 و4، 1 و4 كام؟ 5. يبقى الرقم ده 5 اهو، الرقم ده فعلا 5، بس بقى مش 5 بس، لا موجب 5، لان الرقم ده موجب. تمام، زي ما عرفنا ان الرقم هنا 2 وقلنا له ان ده سالب 2، نقول ان ده موجب 5. نشوف الاكزامبل اللي بعده. هنا بقى دلوقتي الارقام كبرت، عايز احول الرقم ده لديسيمال. ماشي، اول حاجه كده نبص عليها، الرقم ده سالب ولا موجب؟ الرقم ده سالب. ليه؟ لان اوله 1. تمام، طالما سالب هنعمل ايه؟ هنجيب التو كومبلمنت. تعالوا نكتبه 1 كام؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وفي الاخر 1، يبقى 1 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، والرقم ده بتاع الإشارة. تمام، يبقى أول حاجة كده الرقم ده نيجاتيف بسبب الواحد ده. طيب تاني خطوة، بعد ما عرفت هو زوجي ولا موجب ولا سالب، أجيب التو كومبلمنت. التو كومبلمنت قلنا ممكن نجيب الوان كومبلمنت على طول وبعد كده نجمع عليها واحد، أو نعمل الطريقة التانية إن أنا أمشي لحد ما ألاقي واحد. يبقى دي كده التو كومبلمنت، واحد اهو لقيت الواحد انزله زي ما هو، وبعد كده اشقلب كل اللي جاي، واحد 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 زيرو. تمام، يبقى انا كده جبت دي كده التو كومبلمنت، التو كومبلمنت. تمام، طيب بعد كده بعد ما جبت التو كومبلمنت اجيب بقى الرقم ده احوله لديسمال. طيب احوله لديسمال ازاي؟ قلنا بنمسك كل رقم نضربه في الاثنين اس البوزيشن، ففي الطريقه الاسهل ان انا اعمل ايه؟ 1 2 4 8 16 32 64 128. بعد 128 كام؟ 128 بلس 128 256 في 2 512، رقم كبير أوي، في 2 1024 في 2 2048 كده وصلنا لفين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، لسه فاضل دول. طيب في 2 4000 96، في 2 8000 192 في 2 1 6
ثلاثة ثمانية أربعة. كده كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. جميل جدا. نجمع بقى، هما كلهم هيتجمعوا، لأن كام رقم؟ كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى هنجمع 15 رقم. 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 16 32 64 128 256 522 1024 2000 كام؟ 48 4000 96 8192 16384. طلع كام؟ نتأكد بس من الرقم صح ولا لأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. تمام. يبقى 3 2 7 6 7 32767. يبقى الرقم ده بالرقم ده، بس ما اسكتش، لا الرقم ده كان سالب، يبقى اقول ان الرقم ده سالب 32767. الرقم صح؟ اه. يبقى بعد ما حولته فعلا الرقم طلع 32767، بس اخر النتيجة بقى اقولها له ان الرقم ده سالب الرقم مش الرقم موجب، لان انا عرفت في البداية خالص ان الرقم سالب بسبب الاشارة دي او البيت الديجيت ده. طيب تمام، نجرب الرقم ده برضو. الرقم ده سالب ولا موجب؟ هنعرفه من اخر ديجيت، عرفنا ان هو سالب. طيب عشان سالب نعمل ايه؟ نجيب التو كومبلمنت. نجيب التو كومبلمنت ليه ازاي؟ هو كام رقم؟ 1 2 3 4 4 4 8 4 12 و4 16. 16 واحد. طيب التو كومبلمنت اجيبها ازاي؟ التو كومبلمنت الواحد، اول واحد يبني ينزل زي ما هو، والباقي كله كل اللي جاي بعده يتشالب، يبقى كله صفار. تمام. طيب بعد كده اجيب مجموع الرقم ده كامل اللي هو واحد، صح؟ واحد، بس الرقم ده كان اصلا سالب، يبقى سالب واحد ده الرقم النهائي. نروح نتأكد فعلا سالب واحد. تمام، نفذوا بقى انتوا الرقم ده مع نفسكم. الرقم ده موجب، يبقى مش هجيب التو كومبلمنت. انا خلاص طالما عرفت ان هو موجب بسبب اخر ديجيت، انا هجيب الرقم على طول، هحوله على طول. نفذوها مع نفسكم وجربوا كده وشوفوا هتعرفوا تعملوها ولا لا. الرقم في الاخر بيطلع موجب، ونفذوها بنفس الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها. احنا نكتب البوزيشن فوق، 2 أس البوزيشن نكتبه فوق كده، ونجمع اللي عنده الواحد وما نجمعش اللي عنده الزيرو. طيب تاني طريقة، احنا عايزين نعمل ايه؟ نحول الديسيمال لباينري. احنا كنا بنحول الباينري لديسيمال. لا، الطريقة دي بقى او تاني التحويلة دي، احنا هنحول الديسيمال ساين ديسيمال لباينري. طيب بيقول ايه؟ بيقول في خطوات علشان اعمل الكلام ده. اول حاجة انا بكونفيرت الابسوليوت فاليو لبيز 2، القيمة اللي هي بتبقى لوحدها
بحولها للباينري. طيب بعد كده بحط 2 ديجيت او ديجيت واحد زيرو على الشمال، بحيث هو ده هيبقى بتاع الإشارة. جميل جدا. بعد كده بيقول if the original number was positive stop، لو الرقم ده زيرو بوزيتيف سوري بستنى خلاص بقف. طب otherwise لو الرقم ده مش زيرو بعمل ايه؟ بامبلمنت التو كومبلمنت. طيب مثال هيوضح الدنيا اكتر. هو بيقول لي حول الساين باينري نمبر اللي هو سوري الديسيمال نمبر لباينري، حول الرقم الديسيمال ده لباينري. اول خطوه بعملها ايه؟ ماليش دعوه بالاشاره ولا موجب ولا سالب، انا بمسك الاربعه احولها للباينري بتاعها. ازاي؟ الرقم عندي كام؟ سالب 4. قلنا ماليش دعوه بالسالب او الموجب، انا امسك الاربعه اقسمها على الاتنين بتساوي كام؟ 2، باقي القسمه 0. خلاص بقى الموضوع بقى سهل لي. طيب الاتنين على الاتنين بكام؟ بواحد، باقي القسمه 0. تمام. الواحد على الاتنين بتساوي نص، باقي القسمه 1. يبقى الرقم اكتبه ازاي؟ 001 من يمين للشمال، 001 من يمين للشمال. ده كده الاربعة مش سالب 4. تمام. طيب دي كده كانت اول خطوة، ان انا احول الابسوليوت فاليو القيمة ماليش دعوة هي سالبة ولا موجبة للباينري بتاعها فعلا. تمام. تاني خطوة بيقول لي زود 2 ديجيت، يعني الرقم اللي طلع ده 0 1 1، زود ديجيت او 2 كده 0. تمام. زوده على الشمال، هو مش هيأثر في حاجة، طالما 0 مش هيأثر يبقى مش هيتجمع. تمام. طيب بعد ما نزوده قال لك لو الرقم ده سالب اعمل التو كومبلمنت، طب لو الرقم ده موجب خلاص استكفى لحد كده اقف، يبقى ده الناتج بتاعك، يبقى ده كده الناتج بتاعنا. لكن انا عندي الرقم اصلا سالب، طيب يبقى هعمل ايه؟ هعمل التو كومبلمنت. قلنا التو كومبلمنت ليها طريقتين، اول طريقة ان انا اجيب الوان كومبلمنت، يعني حول كل سالب كل 0 ل1 وكل 1 ل0، بعد كده اجمع عليهم واحد. طب تاني طريقه الاسهل ان انا اعمل ايه؟ انزل الارقام لحد ما يقابلني واحد، بعد كده اشقلب 0 1. ثواني، لا سوري معلش احنا قلناها غلط، اصلا هي 001. زيرو زيرو ون، وقلنا نزود ديجيت تمام في الاخر على الشمال مش هيأثر. طيب ننفذ بقى التو كومبلمنت، زيرو ينزل، الزيرو ينزل، قابلنا واحد اهو ينزل، بعد كده كل اللي جاي بعد الواحد يتشقلب، الواحد يبقى واحد، يبقى الرقم ده بيمثل كام؟ سالب 4. الرقم ده بيمثل سالب 4. تعالوا نروح نتأكد فعلا اهو. يبقى تاني ايه الخطوات؟ اول خطوة ان انا امسك الرقم ماليش دعوة هو سالب ولا موجب، احوله للباينري بتاعه. تمام. تاني خطوة ازود ديجيت على الشمال كده واحط 0، مش هيفرق معانا. طيب لو الرقم اللي عندي ده موجب خلاص يبقى ده كده الحل بتاعي، الحل اللي انا وصلت له ده كده الفاينل بتاعي. طب لو الرقم سالب، لا لازم خطوة كمان ان انا اعمل التو كومبلمنت، احول للتو كومبلمنت وده يبقى الفاينل الانسر بتاعتي. طب الواحد تعالوا ننفذها، الواحد ده موجب ولا سالب؟ موجب. قلنا ملناش دعوه، اول خطوه بنعمل ايه؟ بنحول الواحد للباينري. طب الواحد تحولته للباينري اهو، الباينري بتاعه 1 0 0. تمام. طيب 1 0 0 او واحد بس، او 1 0 او 1 0 0 0، المهم الرقم اللي عنده الواحد هو ده اللي هيتجمع. طيب تاني خطوة قلنا بنعمل ايه؟ زودنا ديجيت، ديجيت على اللي على الشمال اهو، زودنا 0، مش هيفرق معانا. بعد كده بنشوف الرقم ده موجب
ولا سالب؟ موجب. خلاص يبقى دي النتيجة بتاعتنا. بص النوت هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان احنا ما نفذناش التو كومبلمنت علشان الرقم ده، الرقم ده بوزيتيف. تمام. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده، سالب 200. سالب 200 الرقم سالب 200، احنا قلنا بنمسك الرقم نفسه نحوله. طيب نحوله ازاي؟ قلنا الارقام عندنا 1 2 4 8 16 62 64 128. فلو حطينا 1 هنا يبقى جمعنا 128. طيب 128 زائد مثلا 64 يبقى نحط 1 هنا طلع 192. طيب 192 واحنا عايزين 200 يبقى ناقص لنا كام؟ 92، يبقى ناقص لنا 8. ادي ال 8 اهي، ونحط الباقي 0 0 0 0. لو جمعنا 8 زائد 64 زائد 128 هيطلع 200. 8 زائد 64 زائد 128 طلع 200. تمام كده انا جبت الرقم ده ثنائي لل 200. طيب تاني خطوه بيقول لك زود ديجيت على الشمال، زيرو مش هيفرق معانا. تمام. بعد كده شوف هو الرقم ده سالب ولا موجب، طلع سالب. لما يبقى سالب بنعمل ايه؟ بنجيب التو كومبلمنت. تعالوا نجيب تو كومبلمنت، بنعمل ايه تاني طريقه بقى ليها؟ ننزل زيرو زيرو زيرو، قابلنا واحد ننزله زي ما هو، وكل اللي جاي بعده يتشقلب. واحد واحد زيرو زيرو واحد، يبقى ده التو كومبلمنت للميتين بقى سالب 200. تعالوا نتأكد فعلا الرقم ده صح ولا لا. اهو زيرو زيرو زيرو، تلاتة زيرو تلات وحيد، زيرو زيرو واحد. تمام برافو. جربوا بقى انتوا دول او الاكزامبل ده، هو واحد بس 259. طيب بعد كده الجمع، ازاي اجمع رقمين باينري؟ احنا شرحناها في الحاجات اللي فاتت بس نقولها تاني. 0 0 ب 0 يعني 1، 0 زائد 0 0، 0 زائد 1 ب 1، 1 زائد 0 ب 1، 0 زائد 0 ب 10. ازاي يعني؟ لا هي 0 1 بس جت ازاي؟ 1 زائد 1 ما ينفعش اقول 2 لان ده نظام ثنائي ما بيفهمش عن ايه 2، فاروح منزل الزيرو واحط 1 هنا معايا واجمع 1 على اللي موجودين هنا اللي هم اصفار 1 بقى 0 1. تمام، اللي هو شعار الكليه بتاعتنا، شعار كليه الحاسبات عندنا 0 1 اللي هي اللغه اللي بيفهمها الكمبيوتر، النظام الثنائي. ادينا بنربط الحاجات ببعض. طيب تعالوا نجمع رقم زي ده، 21 زائد 25 اللي هو 1 0 1 0 1. تعالوا نكتبه 1 0 1 0 1 زائد 1 0 0 1 1، 1 0 0 1 1. مظبوط ولا اتلخبطنا؟ تمام. 1 زائد 1 ب 2 بس ما ينفعش اقول 2، لا 0 ومعايا 1. 1 زائد 0 زائد 0 ب 1، 1 زائد 0 ب 1، 0 زائد 1 ب 1، 1 زائد 1 0 ومعايا 1، والواحد ينزل بقى الرقم ده. نتأكد فعلا. تمام 0 3 وحيد 0 1، 0 3 وحيد 0 1. تمام تمام. بعد كده هنجمع الارقام بس فيهم ارقام سالبه، فهنضطر نعمل ايه؟ هنضطر نجيب التو كومبلمنت للارقام دي. تعالوا نمسكها حاجه حاجه، دول اربع امثله نمسكهم حاجه حاجه. 5 و11، الخمسه ده رقمها فعلا
واحد زيرو واحد، والحداشر ده فعلا رقمها، تمام، واحد واحد زيرو واحد. تعالوا نجمع، واحد زائد واحد زيرو ومعانا الواحد، واحد زائد زيرو زائد واحد زيرو ومعانا الواحد، واحد زائد واحد زائد زيرو زيرو ومعانا الواحد، واحد زائد زيرو زائد واحد زيرو ومعانا الواحد، واحد زائد زيرو زائد زيرو واحد، وباقي الاصفار تنزل. يبقى الرقم ده 16 اللي هو 5 زائد 11، تمام. لكن لو سالب 5، سالب 5 و11 هعمل ايه؟ ما ينفعش اقول سالب 5 زائد 11 واجمع، لا، لازم اجيب التو كومبلمنت للخمسة للرقم ده، بعد كده اجمعها على 11. طب اجيب التو كومبلمنت ازاي؟ التو كومبلمنت قلنا بننزل الارقام لحد ما تقابلنا واحد، ادي قابلنا واحد ننزله زي ما هو اهو، ده التو كومبلمنت على فكرة بتاعها، الواحد ينزل زي ما هو، بعد كده نشقلب كل اللي جاي، زيرو بقى واحد، الواحد بقى زيرو، كل الاصفار دي بقت واحد، تمام. يبقى احنا كده جبنا التو كومبلمنت للخمسة بقت سالب خمسة، يعني الرقم ده كده سالب خمسة زائد الحداشر. تعالوا نجمع بقى، واحد زائد واحد بزيرو ومعانا الواحد، واحد زائد واحد زائد واحد تلاتة، صح؟ طب التلاتة هنعملها ازاي؟ نشيل من التلاتة اتنين، نشيل من التلاتة اتنين، هيبقى كام؟ واحد، ننزل الواحد ونحط الواحد الباقي هنا، واحد زائد زيرو زائد زيرو واحد، واحد زائد واحد زيرو، والباقي الواحد يطلع هنا، واحد زائد واحد زائد زيرو زيرو، والواحد يطلع هنا، واحد زائد واحد زائد زيرو زيرو، والواحد يطلع فوق، واحد زائد واحد زائد زيرو، سوري، واحد زائد واحد زائد زيرو، يبقى اتنين، يبقى زيرو والواحد يطلع، واحد زائد واحد زائد زيرو زيرو، والواحد يطلع هنا، بعد كده ينزل. تعالوا نحط الارقام تحت بعض علشان ما تلخبطش. طيب واحد زائد واحد زيرو ومعايا الواحد، واحد زائد واحد زائد واحد كام؟ تلاتة، صح كده؟ اشيل منهم اتنين اللي هو النظام الثنائي اساسا، مش ده نظام ثنائي، اشيل الاتنين، البيز بتاعه كام؟ اتنين، يبقى اشيل اتنين هيبقى واحد، انزل الواحد ويطلع واحد هنا، واحد زائد زيرو زائد زيرو واحد، واحد زائد واحد زيرو، والواحد يطلع هنا، واحد زائد واحد زائد زيرو اتنين، يبقى انزل زيرو والواحد يطلع هنا، هكذا، واحد زائد واحد زائد زيرو زيرو، والواحد يطلع هنا، واحد زائد واحد زائد زيرو زيرو، والواحد يطلع هنا، واحد زائد واحد زائد زيرو زيرو، والواحد يطلع هنا، بعد كده ينزل. يبقى الرقم ده اللي هو سالب 5 زائد 11 اللي هي المفروض موجب 6، تمام. وهكذا برضو هنا الخمسة نزلت زي ما هي عشان دي موجب 5 اهو، الرقم ده هو الرقم ده. طب ال11 جاب ال2 كومبلمنت بتاعه، جابه ازاي؟ قبل واحد نزل الواحد زي ما هو، بعد كده شقلب كل الارقام اللي جايه، شقلب الواحد بقى زيرو اهو، والزيرو بقى واحد، وكل الارقام اتشقلبت، بعد كده جمع ده زائد ده، طلع الناتج سالب ستة اللي هو ده. وهكذا انتوا نفذوا دي مع نفسكم، نفذوها وشوفوا هتوصلوا فعلا للرقم ده ولا هتتلخبطوا فيها. طيب الضرب، احنا كده خدنا الجمع، ازاي بقى نضرب اتنين باينري في بعض؟ زيرو في زيرو بزيرو، زيرو في واحد بزيرو، واحد في زيرو بزيرو، واحد في واحد هي الوحيدة اللي بتدينا واحد، تمام؟ طيب قبل ما نشوف المثال ده، تعالوا اصلا نشوف الضرب في النظام العشري، الضرب عندنا بيتعمل ازاي. طيب لو انا عايز مثلا اضرب 13 في 12 بعملها ازاي؟ بمسك الاتنين اضربها في التلاتة، اتنين في تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، واتنين في واحد باتنين، بعد كده امسك الواحد اضربه في الرقمين، واحد في تلاتة بتلاتة، بس بحطه فين؟ تحت تاني رقم، في بيسموها ايه؟
خانة الأحاد، خانة العشرات، تمام. بعد كده واحد في واحد بواحد، وبعد كده أجمع، 6 تنزل، 3 و2 5، والواحد ينزل، يبقى 13 في 12 ب156. ده بالظبط اللي هيحصل في ضرب الأرقام الثنائية. واحد، الواحد بيتضرب، الواحد ده أو الواحد ده بيتضرب في كل الأرقام اللي فوق، فواحد في زيرو بزيرو، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، تمام. نمسك تاني رقم نضربه في كل الأرقام اللي فوق، واحد في زيرو بزيرو بس تاني، ورحنا عند العشرات، تمام. اتحركنا خطوة، واحد في زيرو بزيرو، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، تمام. بعد كده زيرو، زيرو في كل الأرقام اللي فوق بزيرو، بس برضو اتحركنا خطوة، واحد في زيرو بزيرو، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، تمام. نجمع بقى، زيرو هينزل، واحد زائد زيرو بواحد، واحد زائد واحد زائد زيرو بزيرو، ومعانا واحد فوق، واحد زائد واحد ده زائد الواحد ده بتلاتة، تمام كده. تلاتة ناقص اتنين، تلاتة ناقص اتنين بواحد، ينزل الواحد ويبقى معانا هنا واحد، واحد زائد واحد زائد زيرو زائد واحد تلاتة، تلاتة ناقص اتنين بواحد، ينزل الواحد ويبقى معانا هنا واحد، واحد زائد زيرو زائد واحد اتنين، يبقى زيرو ويبقى معانا هنا واحد، واحد زائد واحد اتنين، يبقى زيرو ويبقى معانا هنا واحد وينزل، تمام؟ تمام. الطرح وهي آخر حاجة، الطرح ازاي نطرح رقمين باينري من بعض. تعالوا نكتب رقمين هنا كده ونطرحهم من بعض. او خلينا برضو الاول نشوف الطرح في النظام العشري ازاي، وبعد كده نطرح النظام الثنائي. لو انا مثلا معايا اتنين تلاتة ستة واحد، فايه اللي بيحصل؟ تلاتة ناقص ستة ده طرح، تلاتة ناقص ستة ينفع؟ ينفع اخد ستة من تلاتة؟ لا، فبنستلف الاتنين دي هتبقى واحد، ودي هتدي لدي واحد، بس الواحد بمثابة عشرة، فدي هتبقى 13، صح كده؟ يبقى 13 ناقص 6 كام؟ 13 ناقص 6 7، ننزل السبعة، 1 ناقص 1 0، تمام؟ طيب ده طريقة الطرح في النظام العشري العادي. تمام، تعالوا بقى نشوف طريقة الطرح في النظام الثنائي. واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد، واحد زيرو واحد 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 زيرو واحد، هيطرح من كام؟ من واحد واحد واحد. ضروري جدا اكتب الارقام تحت بعضها، زيرو زيرو واحد، ده طرح. طيب واحد ناقص واحد بزيرو، طيب زيرو ناقص واحد مينفعش، هيستلف من ده واحد، يبقى ده هيبقى زيرو، وده هيبقى كام؟ اتنين، صح، اتنين. اتنين ناقص واحد بواحد، طيب زيرو ناقص واحد، زيرو ناقص واحد ما ينفعش، هنستلف من ده واحد، هيبقى ده زيرو، وده هيبقى اتنين. اتنين ناقص واحد، اتنين ناقص واحد بواحد، زيرو ناقص زيرو زيرو، زيرو ناقص زيرو زيرو، واحد ناقص زيرو، واحد ناقص واحد زيرو، بقى النتيجة زيرو واحد واحد زيرو زيرو زيرو، زيرو واحد واحد زيرو زيرو زيرو. عرفتوا الاستلاف
مش هستلف واحد، لا بستلف اتنين، واقول اتنين ناقص واحد بواحد. تمام، زي النظام العشري بالظبط. في النظام العشري لما بستلف بستلف 10 على بعضها، في النظام الثنائي لما بستلف بستلف اتنين، في النظام الثماني لما بستلف بستلف 8، وهكذا. تمام، دي شوية أسئلة عايز تطرح. 23 ناقص 100، 23 ناقص 23، و100 ناقص 23، دي نفذوها. وفي اللاب إن شاء الله لو حد معرفش يحلها يبقى نحلها مع بعض.